مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم اينما كنتم واهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد. الشاعر مزيج احزان وطموحات، مزيج امال والام، انه رسول قضيته والمؤتمن على امانته على امانه شعب لا ينسى ووطن لا يمكن لجراحه ان تلتئم الا اذا تكلم الشاعر كلمته. لتنزل تماما كالبلسم على صدر الوطن المجروح القصيدة الشامية القصيدة السورية القصيدة العربية القصيدة التي تنتمي لوجع أمة واحدة لمعاناة لا يمكن أن تتجزأ أو أن تقسم هي ديدن عمل شاعر هذه الحلقة من بيت القصيد وشغله الشاغل في مشواره وتجربته الشعرية دعوني ارحب بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عنكم بضيفي هنا في الاستوديو معنا الشاعر الاستاذ ايمن الجبلي من سوريا حللت اهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا ابا هاشم. حياكم الله استاذ مصطفى شكرا جزيلا لهذه الدعوه الكريمه منكم ومن القناه وتحيه لكل العاملين وللساده المشاهدين. أهلا بك مجددا أستاذ أيمن حياكم قبل الله. أن نذهب إلى القصائد وقبل النقاش المرتبط باللغة والأرض وحديث وجداني كبير عن أمل وألم الشاعر في حكاية وطن موجودة في قصائده قبل هذا كله حدثنا قليلا عن أيمن الجبلي المسيرة الطموح الأمل والألم حدثنا بما تحب أن نعرف حياكم الله أستاذ مصطفى أيمن الجبلي منذ الصغر كان وما زال يحلم بأن يترك أثرا يعني إذا أردت أن أتحدث بدقة أكثر فضل. ربما كان هدف الإنسان منذ البداية هو الخلود وربما فكرة الخلود هي أكثر ما يغري الإنسان لذلك يا سلام. عندما أراد إبليس أن يغري ويغوي أبان آدم قال ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى عرف الترتيبة الخلد ثم الملك الذي لا يبلى يا سلام. فالخلود فكرة الإنسان ولأننا نؤمن أنه لا يوجد خلود جسدي عرفنا أن الخلود يمكن أن يكون بما يتركه الإنسان من أثر خلال حياته يا سلام. لذلك ما زلت أريد أن أكون صاحب أثر عظيم. أثر إيجابي دعني أقول لأن الإنسان يخلد ذكره بعد موته بحسب الأثر الذي تركه فربما يكون أثرا إيجابيا تمام وربما يكون أثرا سلبيا تمام فنسأل الله دائما يعني السداد والرشاد وأن نكون من أصحاب الأثر هذا باختصار يعني إن شاء الله أرجو لهذه الآمال أن تتحقق وهذه الدعوات النقيّة المغسولة بملح النقاء أن يكون لها في مسيرتك يعني تمام التحقق وجميل الضوء الذي يليق بك و انت تليق به قبل ان نذهب الى الشعر عن فكره الشاعر وارتباطه بالارض لغتنا مرتبطه بالارض يا استاذ ايمن كثيرا مرتبطه هذه اللغه بالارض جدا نحن نعلم ان الشاعر ابن بيئته نعم ولا اريد ان اتحدث بشكل اكاديمي دعني اذهب في الاغراق العاطفي في هذا الجانب كيف يكون الشاعر ابن بيئته ليس من خلال نقل ما عايشه لكي يوصله الى الناس او ينقله الى مساحات جغرافيه جديده، انما يرتبط الشاعر بالارض ارتباط ذكريات. يا سلام. هذه الذكريات ربما تكون زاويه امنه له مما يعايشه في واقع لا يرحب. وقد يحملها على شكل حقيبه. بالضبط. وربما تكون حقيبه اسعافات. يا سلام. لانه يلجا اليها هاربا من هذا الواقع كما قلت الذي لا يرحم والذي يتسارع في كل حين بعد حين وهو مضطر ان يتحمل هذا الضغط، نعم في النهايه الشاعر له عالمه لكنه لا يستطيع ان ينفصل عن الواقع وبين حين واخر يقلب صور هذه الحقيبه بالضبط هذا مشهد من طفولته تماما، لذلك هذا الارتباط وثيق وربما يدافع عن هذا الارتباط ليس من اجل الشاعريه انما من اجل سلامته النفسيه، فهو يدافع عن هذا الارتباط أكثر من أي دفاع آخر، لأنه نعم. يحقق له الرجوع دائما إلى نقطة الأمان. إذا الأمر له علاقة بالكينونة والوجود. تماما. له ماضي وبالتالي يجب أن يكون له حاضر ويبحث عن مستقبله. بالضبط الذكريات هي التي تجعلنا أكثر تشبثا بالحياة وبحثا عن الشمس المقبلة، دائما تشرق الشمس علينا من جديد. هل نعم. الذكريات هي التي تجعلنا أكثر إيمانا بالشمس وأنها لابد قادمة. طبعا لأن الأمل يتغذى بالذكريات. نعم. كما قلت الذكريات هي الجانب الآمن. فأنا كيف سأستطيع أن أستمر في بحثي عن الأمل وثقتي بأن الأمل نعم. قادم إذا لم أملك ذكريات فعلا تساعدني دائما على المضي. حتى أصل إلى الأمل هناك عقبات. فعلا نحن نعيش في دنيا جبلت على كدر وكلمة جبلت أي أنها لم تعد تنفصل عنها، الكدر موجود. صحيح. فأنا أريد دائما أن يكون هناك لي زاوية آمنة. غالبا ما تكون هي الذكريات، وفي أوقات إذا وفق الإنسان تكون على شكل أشخاص. يا سلام. وهذا رزق كبير. قد يقاسمهم ذات الذكريات بالضبط. أو بعضها. لذلك يحن الإنسان دائما إلى الأشخاص الذين تربطهم به وتربطه به ذكريات جميلة. حتى أن الشخص الذي ليس لديه ذكريات لا يكون طموحاً لعناق شمس يوم قادم لانه يعني طبعا ليس حوله احباب، طبعاً. ليس له ولا يملك طموحا ليس له و... ولا طموح وربما حياته تكون مكروره وتتحول الحسن. الى روتين فعلا ولذلك هؤلاء الناس لا يكون عندهم شيء من الانتاج ولا يتركون اثرا و... وياتون لا مطامح لديهم ولا يسمع بهم أحد لا يعرف بهم إذا جاءوا ولا يفتقدون إذا غابوا أبداً أبداً وهذه مصيبة ستكون حتماً من المعروفين إذا حضروا ومن المفتقدين إذا غابوا نسأل, الله, الله. ألا يغيبك نسأل الله أن لا يغيبك أن يظل ذلك. أثرك الطيب الذي تبحث عنه ومن الأثر الشعر خذنا إلى أثرك الذي تحب أن نكون شاهدين عليه طيب اقرأ لنا أولى القصائد التي تود أريد أن, أن, أن تجعلها فاتحة وباكورة ومن ثم سنذهب إلى بقية القصائد إن شاء أريد أو. أن أقرأ قصيدة أسميتها لغة التراب تفضل العائدون من القصائد رمسا خلعوا الصراخ ويرتدون الهمسا يا سلام العائدون من القصائد رمسا خلعوا الصراخ ويرتدون الهمسا يتواردون على سحاب حروفهم ويقطرون الشعر منها خرسا. يا سلام. زرعوا من الأحلام كل مؤمل لغد فصاروا يحصدون الأمسا، وتوازعوه لكي يكون نجاتهم، لكنهم بذلوه خمسا خمسا. يا سلام. الوهن أدمى كفهم، فاستكتبوا عتبا، فأدموا بالعتاب الطرسا. لا يشتكون ويقبلون شقاءهم مع أنه من كل شيء أقسى رهنوا الدموع ليستعيدوا حزنهم واستأمنوا سراً عليه البؤس وأدوا مجاز الصمت خلف شفاههم وعلى الذي وأدوه كل يأسى في كل نص يرتجون خلاصهم في كل نص يرتجون خلاصهم حتى غدا حبر القصيدة حبسا يا الله فيما فيما وهم يترقبون ولادة الأفراح بشرهم مداهم يأسا ذهبوا وراء الشمس رجوا حلمهم لكنهم طابوا هنالك نفسا لا تأسى لا تأسهم كالضوء طار فراشهم من بعد ما نقضوا عهودك مسا ما ان وصلت الى الذين توارثوا لغه التراب فاورثوها البخس اسكب عليهم من سلافه مائهم واقم لاجل الطين فيهم عرسا واقرا عليهم بعض ما كتبوا وقل ان الذي ينسى الهويه ينسى, ينسى. الله ان الذي ينسى الهويه ينسى, ينسى. ينسى. احسنت ولهذا ايضا علاقه ما بين اللغه والارض دائما تجدها حاضره في قصائد الشعراء ولا ترى انها بليت او اصبحت مثل ما يقال موضه قديمه او اصبحت مكروره او اصبحت لا. مثلا من الاشياء التي يملها الناس الناس دائما تحب من يذكرها بالارض هل لان الحنين هو الذي يجعل الناس على قيد الحياه يحبون من يذكرهم ببلادهم بأرضهم لا شك استاذ مصطفى هذه المشاعر كلها التي نتحدث عنها هي زراعه وهذا الزرع توارثناه ونحن على ذات العهد نعم. مع من اورثونا هذا الزرع وبالمناسبه يعني المشاعر اجمل ما جعله الله سبحانه وتعالى في الانسان لكن علينا ان ندرك كيف نستخدم هذه المشاعر؟ متى نستخدم هذه المشاعر؟ الحنين مثلا ربما يقتل صاحبه فعلا علي ان اكون واقعيا بحنيني يعني ربما يقول البعض هذا تناقض حنين وواقعيه انا مطالب بان اكون واقعيا في حنيني، لا اترك الحنين لانه ارتباط بالماضي وهو جسر حقيقي وصحيح وامن للاتي ولا اكون حالما بالقدر الذي يجعلني منفصلا عن واقعي بالضبط ليس هنا لا توجد على الأرض المدينة الكاملة أو المدينة الفاضلة الأفلاطونيات غير موجودة الأفلاطونيات نعم. غير موجودة والمثاليات ليست دائما يعني تصلح لأن تكون خبز حياتنا نعم. علينا أن نكون واقعيين الحنين شيء أساسي في ارتباطنا للأرض طالما نقول نحن كلمة أرض فنحن مزروعون في هذه الأرض كما الزرع وسقايتنا في أرضنا هو الحنين الآن نحو الأربعون نحو الأربعين إنها الآن نحوي الأربعون أم نحو الأربعون. الأربعين الآن نحوي لأنني هي تأتي إليك تماما لا تريد أن تذهب لها هذه كأنها العتبة كأنها يعني مأساة المتردد الذي لا يريد أن تماما أردت يتجاوز هذا الباب أو أن يجتازه أردت من خلال هذا النص أن أسلط الضوء أنا مؤخرا بلغت الأربعين فأردت أن أسلط الضوء على بارك الله فيك، على موضوع الأربعين وما يخشاه الناس من الأربعين وأنها عتبة أه يعني يكون الإنسان في عمره صاعدا في في خطه أه البياني ثم يبلغ الأربعين فيبدأ بالانحدار وهذا أمر يعني لا يجوز أن يستسلم الإنسان إليه، فأردت أن أعالج هذه القضية شعرا عندما بلغت الأربعين فقلت الآن نحو الأربعون تهادي وعلى شباب الذكرياتُ تنادي. الآن نحوي الأربعون تهادي وعلى شباب الذكريات تنادي وأنا على ذات الطريق وليس لي زاد سوى ما أرتجي وعنادي. يا سلام. الآن كهلاً صرتُ، لكن لم يزل كالطفل يصبو للحياة فؤادي. يا الله. وأفر من لا شيء وأفر من لا شيء. خوفي متعب كالثأر بين أصابع وزنادي يا سلام ماذا على من صار نجل تجارب وعليه سمت للتجارب بادي ألا يسير مع الرياح رسائلا ويظل قيد الحبر دون قيادي ويحيك من أخبار من مروا به ثوبا خريفيا طويل نجادي الآن أنظر في صحائف ما مضى، فأرى بياضاً يعتني بسوادي. الآن أنظر في صحائف ما مضى، فأرى بياضاً يعتني بسوادي، وأرى من الأزمات تكتب سيرتي وشهادة الأيام خير مدادي. يا سلام يا حادي الأيام، رفقاً بالذي ولى وخلى الدمع لي يا حادي، من لي بزرقاء اليمامة مرة هل لي بزرقاء اليمامة مرة لأرى نهاية غربتي وبعادي يا سلام وأرى الدروب وخطو أصحابي بها في خطوة الأصحاب ثم تهادي الآن الآن يصحبني المشيب وربما للشيب إيفاء وبيض أيادي وربما للشيب ايفاء وبيض أيادي, ايادي صح النبض وسلم اللسان والبيان والجنان يا ابا هاشم هل الله. تخيفك فكره التقدم بالسن؟ لكن شعرك لا يزال اسود اللون يعني أه لما يعني يتداخل به البياض بعد يعني بدا يتداخل قليلا لكنني <applause> لا احسب حسابا لهذه الـ 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 الايام او للارقام دعني اسميها نعم أه أحسب لها حسابا أن تكون هاديا أن تكون رادعا يعني عندنا مغالطة في موضوع سن الأربعين تحديدا إذا سمحت لي تفضل بالعامية نقول جهلة الأربعين وهذا أراه من وجهة نظري أنه أمر يراد به أو أريد به أن ينتشر ليطعن في سن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسلت إليه الآيات عندما بلغ بالرسالة وبعث نعم, نعم وبعث بالنبوة كان في سن الأربعين نعم ودليل ذلك أن الإنسان في سن الأربعين يبلغ الكمال عاطفيا عقلا فكرا استقرار هدوء كل شيء رزانة، فيصبح اتزان جاهزاً نفسي. لأن نعم. يكون رسولا وكلنا رسل في هذه الحياة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رسل من بعده أن نبلغ هذه الرسالة أن ننشر هذه التعاليم في الأرض، فسن الأربعين أريد أن يطعن به، فأنا أردت من خلال هذه القصيدة وخاصة عندما قلت فأرى بياضا يعتني بسوادي يعني لا يسرف الإنسان في لوم نفسه. ثم إن ذا الأربعين وصفه الله بمن بلغ أشده بالضبط. إذن بالضبط. يعني وصل إلى استقامة الروح والعقل. نعم وإلى صلابة قوة. العود كذلك. سن قوة، سن قوة لا يقاس. سنت. لا تقاس القوة بالجسد فقط. فعلا تقاس بالخبرات تقاس بالثقافه بالوعي بما اصبح عليه الانسان نعم. لان الانسان حصيله حياته حصيله حياته ومن حصيله الحياه القصائد خذنا الى قصيده جديده واقرا علينا حتى يعني نسعد بإلقائك الجميل وشعرك المتميز تفضل يا استاذ ايمن ساذهب الى الغزل واحكي هنا قصه ربما حدثت بين اغلبي الشباب تفضل من الجنسين خطاب يقول لها كفي ولا تستسلمي للثرثرة كلماتك الثكلى أتت متأخرة لن تستطيع الآن أن تجد الهوى بعض المشاعر تعلمين مبعثرة بعض المشاعر يا صديقة لم تمت إلا لأن صدورنا كالمقبرة. لا تنبشي في الذكريات فطعمها مر كطعم الروح عند الغرغرة. عودي عودي لكبر كنت تعتمرينه ودعي بساطة أحرفي والمحبرة. فالحرف ما أحلاه حين يظل في فلك الخيال ولا يقاضي دفتره. عودي لسجن الوقت لا تستخدمي ثوب الدموع فلست اهوى منظره فالحرف ما احلاه حين يظل في فلك, فلك الخيال, الخيال ولا, ولا يقاضي, يقاضي دفترة, دفتره جميل عودي لسجن الوقت لا تستخدمي ثوب الدموع فلست اهوى منظره كم ذا نسجت لك القصيده عشقا وسكبت فيه العطر خضب اسطره ما زلت اذكر حين جئت صددتني ورجعت أحمل أحرف المتكسرة يا سلام وحبست دمعا كاد يغرق أبحري ووأدت لون الغيم كي لا أمطره وحدي مضيت والابتسام عباءتي خلف ابتسامي لم تحسي المجزرة لم تلحظي أني انحطمت وكل ما أبقيته قلبا قتلت تصبره أورثني كبدا تصدع وانثنى وبذلت من دمه لاجلك اكثره احرقت بعدك ما حوته دفاتري وازلت عن حبري هواك لاعبره ونزعت من خبزي ملوحه حبنا كي لا اصر على الرجوع واظهره كنت الصباح اذا افقت وشمسه وانا الليالي حين كانت مقمره والان خيباتي تعود جميعها لهوى ان تنكر لي وانت المنكره. لم تستطيعي حينها ان تفهمي طفلا امانيه بانت مصوره. يا سلام. والان جئت لتشهدي كيف الجفا قد دمر الاحلام فيه ودمره انا من رحلت ولن اعود فكذبي مني ارتجاف الصوت وسط الحنجره. لا يخدعنك قطر دمعي إن بدا لا يخدعنك قطر دمعي إن بدا كانون يشبهني سماء ممطرة حرفي تعافى يا رقيقة فاحذري من كسره أخرى كسرت لأجبره عمر القلوب بما تعيش سعادة قلبي طري عمره ما أقصره يا الله كفي فما في القلب غير مساحة لهوى قديما عشته ما اطهره سيظل هذا القلب طاهرا ولا شك باذن الله لابد الان ان نخرج الى استراحه قصيره مشاهدينا الكرام نخرج الى فاصل ومن ثم نواصل ابقوا معنا مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد وعدنا لنتابع هذه الحلقه من برنامجكم الاسبوعي بيت القصيد ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الاستوديو الشاعر السوري الاستاذ ايمن الجبلي اهلا وسهلا بك مجددا يا ابا هاشم مصطفى حياكم الله قبل ان نكمل النقاش لا نمل من الشعر ولا يمكن لنا ان نرتوي منه فالشعر يعني يشبه الماء العذب نعم. الذي كلما يعني ارتشفت منه طمعت به أكثر إلى قصيدتك الجديدة أحيانا يكون أن نذهب إلى نقاش جديد يكون الشعر أحيانا أكثر من الماء ليصبح كالروح تفضل أنا مولع بقصة سيدنا يوسف نعم ربما يلوم البعض أنني أكثر من اقتباساتي منها نعم لكنني أتبع غرامي تفضل الغيابة ما زلت في جب انتظاري أشقى لا دلو ينقذني أعب الشوقى كالعيس ذات البيد يقتلني الظما والماء من حولي ولم أك أسقى يا سلام مرت جميع قوافلي لم يرسلوا للبئر واردهم مرت جميع قوافلي لم يرسلوا للبئر واردهم أمروا حقا يا سلام للغائبين ملامح لا تمحي في كل من نلقاه منهم نلقى تتقاطر الذكرى تسيل وجوههم وتسح فوق الخد شوقا شوقا عظيم وأنا حبيس حديثهم وخيالهم الطيف في عرف المحبة أبقى ألقى ألقى علي الطيف عشقا آسرا فدخلت أسري طالبا ما ألقى كل الذين على الغياب تعودوا كذبوا لعل الوقت يحدث فرقا الله كل الذين على الغياب تعودوا كذبوا لعل الوقت يحدث فرقا حق العيون على القميص وإنه ما أخلف الميعاد أصبح مزقا العهد العهد خيط في عباءة نقضه أيكون أصل الشيء منه أنقى تبقى الوعود إذا قضى أصحابها فإلى متى هذه الوعود ستبقى بتنا بتنا نفاخر بانتصار ظاهر بتنا نفاخر بانتصار ظاهر والحق أن بالهزائم غرقا يا الله بعض الهزائم لا مثيل لطعمها لا يكتفي بالنصر الا الحمقى بعض الهزائم لا مثيل لطعمها لا يكتفي بالنصر الا الحمقى كل الذين على البشاره راهنوا لابد يوما يرحلون ونبقى كل الذين على البشارة راهنوا ولا بد يوما يرحلون ونبقى ونبقى وحتما أنت الأبقى وحري بمثلك البقاء أستاذ أيمن هذا التجذر في عمق الأرض في عمق المحبوبة في عمق الإنسانية التي لا تقبل التشويه وإنما تسعى دائما إلى يعني غسلها بماء النقاء بالنوايا الحسنة يقال إن أصحاب النوايا الحسنة كثيراً ما يظلمون في هذه الحياة هل أنت مع هذا القول؟ أنا أقول أنهم يظلمون أنفسهم وليس يظلمون يا سابقاً سلا. كنت أقول أنهم يظلمون نعم. حتى عاينت وعايشت الأمر فوجدت أنهم أنا لا أريد أن أدعي المثالية نعم. ولا يجوز لأحد أن يدعي المثالية لكن حقيقةً هم يظلمون أنفسهم كيف عندما يتيحون المجال للآخرين بأن يستمروا في ظلمهم لهم نعم أنت تستطيع أن ترسم حدودك القاسية أحيانا مع الآخرين نحن بشر ومجبولون على العلاقات أحسن ويجب أن نفهم أن العلاقات مبنية على المصلحة المتبادلة فعلا لا يجوز أن أتبع مصلحتي من أستاذ مصطفى وأسد الطريق على أي مصلحة يمكن أن تكون له عندي نحن مجبولون على هذا الامر فعلا متى اظلم نفسي عندما اعطي الاستاذ مصطفى واعطي غيره وغيره وغيره ثم اتي لالبس ثوب الضحيه وانا من جعلت نفسي ضحيه لذلك اقول انهم يظلمون انفسهم اصحاب النوايا الحسنه من ينسى نفسه بالضبط. عليه ان لا يلوم الاخرين اذا بالضبط. نسوه بالضبط احسنت لانك كثير. اخترت لنفسك هذا المكان وهذه الزاويه زاويه النسيان قال درويش قديما اول مراحل الضياع والهزيمه هو ان تتاقلم على هذه الهزيمه وتتقبلها بالضبط او تتقبلها لكنك يعني عنيد وقلت انك يعني تتخذ من زادك من عنادك زادا لك نعم لماذا العناد على وجه التحديد يا ابا هاشم؟ من خلال التجربه من خلال التجربه وجدت يقال انه ما خاب من استخار وما ندم من استشار أحسنت. احيانا تستشير البعض ف... عندما تستشير احدا في امر يجب ان ندرك هذا المعنى نعم. هو لا يرى الامر كما تراه انت لذلك لا يجب ان تبني على رؤيته قرارك نعم انت تستانس برايه صحيح ولا تهدم كل ما بنيته بناء على تسترشد رأيه. برايه تستانس تشدد تهذب قرارك من خلال اخذك معلومات منه ونصائحه بالضبط مرور. لتصل الى الصوره من نعم. الاقرب للكمال احسن اما ان تبني قرارك على مشوره الاخرين وانت لن تستشير الا من تثق به نعم. نعم. لذلك قلت العناد العناد سيصلك دائما الى المكان الذي تستحقه. هل العناد له عمر؟ هل يشيب؟ هل يصل الى سن الأربعين يكبر. ام انه غير مرتبط بالسن؟ يكبر العناد الله. يكبر. يكبر 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 ويزيد يعني حجمه. العناد يكبر ويزيد حجمه كلما كبر صاحبه. تماما كلما كبر بالتجربه يعني العناد بالأمر. لا يشيخ. ابدا ابدا بالعكس يزداد قوه وفتوه موقفا بعد موقف. ونحن كذلك نزداد رغبه واصرارا على سماع قصيده جديده. تفضل. أرتبط بكلماتي كثيرا فقلت في هذه القصيده الآن الآن تحمل جثتي كلماتي يا سلام وتطوف بي فتضيع كل جهاتي يا الله الآن تقتلني الرؤى لتعيدني مما كتبت فتستحيل نجاتي لا قبر يقبلني فكلي عوره لا ستر في الأشعار للعورات يا الله وحدي ويملأني سؤال غارق ما ذنب ربان بلا مرساتي ما كان لي كف كموسى لم تكن تسعى لتلقف ما أتوه عصاتي ما قد من دبر قميص قصيدتي فعلام تنكرني وأنكر ذاتي هي ناقة أخرى بغير نبوءة عُقرت ولكن دون ذكر جناتي. يا الله. الآن الآن أحملها وأمضي باحثاً عني بها عنها بلا قسمات متمازجان أنا ووجه قصيدتي حتى فقدنا حسنا بالذات. متمازجان أنا ووجه قصائدي حتى فقدنا حسنا بالذات لي في تلك لي نفس هنا روحي هناك وذي بها دمعاتي وزعت بين حروفها فكأنني حبر وابعث عند كل دواتي في كل ما كتبوه مني شهقة فتل القصيد لاستعيد حياتي في كل ما كتبوه مني شهقة فتل القصيدة القصيد لاستعيد, القصيد لأستعيد, لأستعيد حياتي, حياتي ومثل هذه الحياة ممتدة مستمده من هذا الشعر الجميل ومن هذا الفكر النبيل احسنت قولا وشعرا استاذ ايمن ومتواصلون معك لكن لابد ان نخرج الى فاصل قصيره الان مشاهدينا الكرام نذهب الى فاصل ومن ثم نواصل اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام وصلنا الى الفقره الاخيره في حلقه هذا الاسبوع من برنامجكم بيت القصيد ومعنا هنا في الاستوديو الشاعر الاستاذ ايمن الجبلي مرحبا بك من جديد استاذ حياك أيمن. الله حياك الله استاذ مصطفى قبل ان نعود الى الشعر حدثنا قليلا عن طموحك الشعري الخاص عن طموحك الحياتي عما تامل ان تصنعه عن هذا الهاجس الذي يجعلك دائما تقول السنوات تمضي واريد ان اغرس ما يبقى من بعدي. نعم. كلمنا عن هذا الذي تود ان يبقى. في البدايه اود ان اصل الى بصمه شعريه. عظيم. بمعنى نحن نعلم احيانا نسمع قصيده فنقول هذه نفسها نزاري وهذه درويشيه اصبحت مدارس فانا اطمح لهذا وهو حق لكل شاعر صحيح او لكل من يود ان يكون شاعرا ان يكون صاحب بصمه الامر الثاني ان لا اكتفي بالبصمه الشعريه انما ان يكون لهذه البصمه قيمه تضاف للناس او تضيف للناس لا. بمعنى ان اخدم الجانب الصحيح في الانسانيه في ظل ما تتعرض له الانسانيه السليمه والسويه لهجمات في زماننا وربما تزيد والغالب انها ستزيد في قادم الايام ف أود دائما كما ذكرت في بداية اللقاء أن أكون صاحب أثر نعم. إيجابي يعني إن, أن أضيف للناس شيئا من خلال هذه الأشعار ليس فقط أن تكتب الشعر لمجرد أن تكتب الشعر يعني هذا زمان ترف أن تكتب الشعر لمجرد أن تكتب الشعر هذا يمكن أن يكون في زمان الترف ونحن لسنا في زمن ترف أحسنت أحسنت كثيرا تعساء نقترف السرور ونفشل ونفشل لماذا جعلتهم يفشلون وهم يقترفون لأجل السرور لأجل العناد لأجل سترى العناد. الآن العناد خذنا الى هذا العناد وإلى سرورك تفضل تعساء نقترف السرور ونفشل يغري بنا وهم فلا نتمهل كالماء قيد في الهجير لظامئ يجني السراب عليه إذ يتأول نقتات من طيش القلوب وعشقها وتلملم الشرفات ما سيؤمل ويشيب حب كان اوقف عمره ليظل كحلا طالما نتكحل لكنها الاقدار تسرق عمرنا وتقول ذوبوا فاللقاء معطل نرضى باسر ثم نمقت قيده وكاننا بسواه لسنا نخجل. تغري بنا الامال ثم تصيبنا بالخيبه الكبرى وكم نتحمل. يا الله في كل جب ضاع منا يوسف وشقاؤنا من حسنه يتجمل. لا امس ندركه ولا يحدو غد فينا المسير ويومنا يتاجل. يا سلام لا دار لا خلان لا وطن به نحيا ولا زالت رؤانا تحبل. بتنا بتنا نراود حلمنا عن امسه رغبا فصرنا خائبين ونامل. بعنا لاجل الحاضر الاتي، بعنا لاجل الحاضر الاتي فما ربحت تجارتنا ولا نتقبل. مستعصمون فلا نذل لغاصب ويقودنا برغيف خبز أخطل نحيا نحيا لنرتق كل جرح غيرنا وجراحنا التدمى تصيح تحمل يا الله وجراحنا التدمى تصيح تصيح تحمل تحمل إلى متى هذا التحمل ألا يمكن لهذا الجسد وهذه الروح أن تنهار فجأة من ثقل هذا الحمل الملقى على أكتافها احيانا لا يملك الانسان خيارا بحسب موقعه بحسب من هم خلفه أه فيكون الانهيار احيانا رفاهيه ليست من حقه هناك اشخاص في الحياه كتبت عليهم هذه النتيجه وهذا نعم القدر انهم لا يملكون حق الانهيار وهو حق لكل انسان لكن بعض الناس في مواقع معينه لا يملكون حق الانهيار أحسن. قائد مثلا نعم. رئيس مجموعه صاحب فكر شخص تثق الناس به نعم. ليكون صوتها لا يحق له ان ينهار وهذه المصيبة له عليه ان يتعايش معه وعليه ان يتحامل بالضبط؟ حتى وان كان من داخله يهيج ويتميز غيظا وغضبا وقهرا ونارا عليه ان يظهر متحاملا ومتماسكا ولا يجب ان يتمتع بحق الانهيار ولا حق طبعا ولا حتى حق البكاء ويلام يا الله ويلام اذا انهار كثيرا يلام ايضا اذا بالضبط انهار صاحب المسؤوليه بالضبط بالضبط عليه ان يبقى متشابثا يعني خلينا نقول بحديد ذاته تماماً حتى يظل من حوله كذلك متشبثين تماما لان انهياره انهيار جماعي يا الله فهو مسلوب من هذا يعني مسلوب هذا الحق أحسنت ولا يملك من أمره شيئا أحسنت كثيرا قد يكون الحديث الآن عن كابوس هل تتخيل صورة أيمن الجبل مثلا في المستقبل يقول شعرا جميلا لا يخلو من زخرفات عالية شعرا مميزا لكنه خال من فكرة الارتباط بالأرض هل ممكن أن تصل إلى مثل هذه الحالة من النقوص مثلا والبعد دعني أكون معك صريحا إلى أبعد الحدود هذا الأمر ليس متخيلا كدت أن أقع فيه يا الله الأمر منوط حقيقة وأنا ربما الذي سأقوله الآن سألام عليه ولكن يعني سلاح العناد أحيانا عليك أن تختار وأنت الشاعر من هم حولك من الشعراء بمعنى أحيانا تجد نفسك بين مجموعة يذهبون بهذا الاتجاه فتجد نفسك تابعا معهم في هذا الاتجاه فتفقد ما انت عليه اصلا ولا تستطيع ان تكون مثلهم تضيع بين الحالتين تضيع بين الحالتين وهنا عليك ان تاخذ نفسا تقف عند لا حفظت معين على لا حفظت على ذاتك ولا اصبحت تماماً غيرك تماما ستضيع لن تستطيع ان تكون مثلهم لانك يعني هذا امر ياتي لأنه يعني من داخلك انت ترفض هذه الفكره هذا طبع يعني الطبع لا لا يتغير التطبع هو الذي يتغير أما الطبع ما. لا يتغير صحيح. الطبع في الإنسان أصيل أما التطبع مكتسب فأنت لن تستطيع أن تكون مثلهم وضيعت هويتك فعليك أن تقف لا تتبع وحتى إن بلغوا الذرة إعلاميا وشهرة و و و كن في الزاوية التي تجد فيها ذاتك كن نسيج نفسك بالضبط مرتبطا بجذورك ولا تدخل في عباءة غيرك ولا تنفصل عن جذورك أك. التي تنتمي إليها بالضبط فهي مادتك الأصلية التي تجعل يعني تجربتك أكثر صدقا وأكثر شاعرية و و وإثمارا قد تكون الشاعرية حاضرة أحيانا بالنص الركيك لغويا وتغيب أحيانا عن النص طبعاً المتين طبعا الشاعرية ليست حكرا على النص المتين فقط أبدا أبدا وهناك امثله كثيره من مطالع الشعر التي ليست فيها صوره الشعريه الحقه هي يعني ما خرج نوات من القلب الصدق وصل الى القلب احسنت نواه الصدق في اي نص نعم نعم يعني مثلا ابن زيدون في في قصيدته المشهوره ومطلع يكاد لا ينساه احد ليس فيه اي صوره شعريه اني ذكرتك بالزهراء مشتاقه والافق طلق ووجه الارض قد راقه يا سلام يا سلام يا أين سلام اين الش لكن الفكره قدم لنا مشهدا نعيشه بالضبط. كلنا بشكل بالضبط. دائم فشعرنا ان هذا البيت لنا جميعا نعم فعلاً. يعني تماما مثل ما قال نزار عندما قال انا اريد ان اجعل من الشعر خبزا يتناوله الجميع من لا يستطيع ان يتناول الخبز احسنت كثيرا ومن يستطيع عززته ابنته هدباء حينما قالت لقد نزل والدي نزار قباني من برجه من العاجي الى عوام الناس خذنا الى قصيده نجد فيها الملحه والخبز والكثير من الصدق وانت على ذلك حريص، تفضل يا ابا هاشم. بين طلعا. المكان والملامح بين المكان والملامح يا ساتر يا رب في اللامكان اهلا بلا ملامح اقبلوا والوقت يستغشي فلا يتاول مروا كقمح فر قبل حصاده من لا سنابلة كيف غيل السنبل مروا خفافا يرتدون ندوبهم بالآه تلو الآه صبرا ذيلوا حملوا رحاهم يرتجون سلامة يا سلام لم يبلغوا من حملهم ما أملوا سلكوا طريقا يوسفيا حينما جعلوا النبوءة مرودا. وتكحلوا ما زال من اثارهم في سجنهم لون الخمور وملح خبز اكحل خلف الحقيقه قطعت احلامهم فمضوا الى المجهول كي يستوصلوا وصلوا وصلوا وما في الكهف ثمه غيرهم يتلاومون مسيرهم استعجلوا بسطوا رؤاهم بالوصيد لعلها تهدي سرى الناجين حين تليلوا لبثوا وما كانت تزاور شمسهم حتى وصلت تهامسوا ذا أولوا من أنت؟ وارتاعت حروف سؤالهم الواثقون يدينهم أن يسألوا الله أنا مثلكم لا أين أدري إنما آنست منكم ناركم تتهيلوا سألوا عن الآتين كيف أجيبهم؟ عجز الجواب من التساؤل أقتلوا حين اعتنقت الصمت عجز الجواب من التساؤل أقتلوا أحسنت حين اعتنقت الصمت أذن خيبة لبسوا الرحيل رجوتهم لا تفعلوا لم يلفتوا خلعوا علي وجوههم وتحللوا من حملهم فتحللوا وحدي وما بي من جراح غيرهم فهم الذين نجوا وفيهم اقتلوا كنا كنا زرعنا في الطريق فتاتنا لن يثمر المزروع صاح المعول لن يثمر المزروع صاح المعول صاح, المعول صاح المعول عسى للمزروع إن كان زرع خير أن يواجه هذا المعول وأن تبقى جذوره يعني حسن مرتبطه في اعماق الارض وفرعاء غناء في علياء السماء حسن إن شاء عن هاجس ذاتي او جمعي لا فرق يسيطر على تفكير ايمن الجبل دائما يشعره بالرعب يشعره بالخوف كثيرا هاجس امل فكره يرجو لو ان تتحقق ولا تزال شاغلته دائما أنا, عن هذا. أنا أخاف أن تتحول كلماتنا العربية إلى قوالب صماء يا الله خالية من المشاعر خالية من القيمة القيمة التي تضيف للإنسان كما قلنا يعني أن تصبح مجرد أننا نقرأ الشعر لأننا نريد أن نقرأ الشعر ولأننا نريد أن نكتب الشعر ولأننا نريد أن يستمر هذا الإرث دون روح لكن اللغة مزهرة وأنت قلت أنها يعني تنبض بالحياة طالما أن هذه المشاعر الصادقة موجودة لا شك لكن من الذي يظهر ويبين عن جمال هذه الحياة الموجودة في اللغة أليس من يستخدمها؟ ومن طبعا ومن يجيد توظيفها؟ أحسنت ما طيب الذي نحتاج إليه؟ ما الذي نحتاج إليه حتى لا نصل إلى هذه الحالة؟ حالة أن... الضياع ضياع تمام. اللغة وتذررها ربما ربما أكثر ما نحتاج إليه أن لا نذهب خلف التسميات الكبيره والخاليه يعني التسميات الفضفاضه للنماذج الادبيه نعم انا اتحدث عن حركات التحرر نحن معها لكن لا يجب ان ندخلها ونقحمها في كل شيء في حياتنا في كل تفصيل حسنت نحن نريد التحرر من سجن العروض, العروض من سجن التفعيله من, من سجن, سجن الروي من سجن النحو من وبالتالي سجن وبالتالي في النهايه نصل الى مرحله فوضى لا لغه اذا نحن نطلب الفوضى هيكل عظمي فارغ بالضبط والفوضى لا حياه فيه لا تاتي بنتائج احسنت أحسن. اطلاقا الان انت إذا،, اذا اذا اتيت بكل ما يلزم للبناء نعم ولم تاتي بخبير يحول هذه المواد الخام الى بناء جميل كيف وركبتها هكذا الحابل بالنابل كيف سيكون هذا بناء احسنت سيكون هدما احسنت كثيرا دائما شوق الى سوريا الى دمشق والى منبج التي تنحدر منها يكون هاجس الشاعر وشاغله اينما حل وحيثما ارتحل الحديث عن الوطن يعني هو حديث لا يمل ولا يز ينزعج الانسان من تكراره عن الشوق إلى منبج والأهل هناك وسوريا والناس ورسالة إلى الذين أو إلى الذين لا يزالون ثابتين على فكرة الحرية ماذا يقول أيمن الجبلي رسالة إلى أولئك الذين هو منهم أقول لهم في البداية أعانكم الله لأن ما يجري من حولنا كفيل بأن يثبط هممنا وأقول لهم وأقول لنفسي قبلهم أه علينا أن نتمسك بالحلم وأن نقاتل لأجله ولو لم يبق في حياتنا ما نقاتل من أجله غير الحلم، يا سلام. لأن الإنسان بلا أحلام لا قيمة لانسانيته. لا مهما يا. مهما طال الزمن مهما طال الزمن في النهاية لن يصح إلا الصحيح. علينا أن نتعايش مع هذا الأمر على أنه ثقة مطلقة وأن الوقت لا محالة سينقضي وأن الأمر سيعود إلى أهله. وإلى من يستحقونه وإلى من هم جديرون به بما صبروا على ذلك. إذن الكف سينتصر على المخرز. نعم. أنت واثق من ذلك؟ سينتصر. إلى أي مدى هذه الثقة تسيطر عليه؟ يعني هذه. هل تبلغ مبلغ اليقين في نفسه. نعم، نعم. لأنني واثق من أن قالوا لنا في البداية العين لا تجابه المخرز. أنا واثق من أن المخرز حينما سيؤلم العين. ويصل الى مرحله يثق ويرى امامه عيانا ان العين لم تعد تابه بهذا الالم سيخاف وسيدب الرعب في قلبه وهو المخرز وسينهزم امام هذه العين وان ظنها انها ضعيفه. احسنت كثيرا استاذ ايمن الجبلي يعني انقضى الوقت سريعا ووصلنا الى الختام كما يقول لي الزملاء في الاخراج في الختام ماذا تود ان تقول؟ أقول حقيقة يعني أنا أتوجه بشكر كبير لكم على هذا البرنامج لأنه تسلم، تسلم. دائما يضعنا على الطريق الذي علينا أن نسير فيه جميعا وأقول دائما علينا أن نبني جسرا صحيحا بيننا وبين الأجيال التي تأتي من خلفنا وسيبقى هذا الجسر وغيره هنا. سيبقى هذا الجسر عامرا بوجودك ووجود الصادقين من امثالك الحريصين على الارتقاء بالعربيه هويه وكذلك لغه، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم العزيز ابو هاشم الاستاذ ايمن الجبل الشاعر السوري الجميل حياك الله والشكر موصول لكم اعزائنا المشاهدين على طيب وحسن المتابعه لكم منا أسمى أمنيات الشكر والتقدير ودائما كونوا بسلام وشعر في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات والسلام عليكم إلى اللقاء